الملف المصري. وفي شأن آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بالموافقة على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية. وأشار مراقبون إلى أن القرار الوزاري يفتح الباب للجيش المصري لامتلاك رخصة إنشاء شركة المحمول الخامسة في البلاد خلال الفترة المقبلة. وتدفع هذه الخطوة من جديد بتساؤلات حول مدى هيمنة الجيش المصري على القطاعات الاقتصادية والمشروعات الكبرى في البلاد، كما يطرح تساؤلا آخر عما توفره شركات الاتصالات في مصر من سياسات الخصوصية وحماية بيانات عملائها. ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، كما ينضم إلينا عبر الأقمار سكايب من اسطنبول السيد أسامة الصياد الصحفي المتخصص في الشؤون العسكرية، ومن القاهرة عبر الهاتف ينضم إلينا الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم. وأبدأ مع أسامة الصياد من اسطنبول، هل تعتقد أن هذه خطوة جديدة كما يقول البعض في إطار هيمنة المؤسسة العسكرية على القطاعات الاقتصادية، خصوصا الأكثر ربح فيها وهذه المرة في قطاع الاتصالات سواء كانت السلكية أو اللاسلكية، أم ماذا؟ بالتأكيد الخطوة الأخيرة ممارسة البيزنس أو ممارسة الأعمال، بمعنى أن الوضع الحالي في الشبكات الاتصالات عندنا في مصر 4 شبكات اتصالات، منهم شركة تابعة للدولة المصرية والشركة تمتلك فيها المخابرات العامة المصرية حصة حاكمة زي ما بيطلق عليها اقتصاديا. ففي النهاية اللي بيحصل أن ادعاء الجيش دايما أنه بيتدخل لحل أزمة أو حل ممارسة احتكارية معينة أو التدخل لإنقاذ معين، لكن الآن في مصر في قطاع الاتصالات نحن نرى أن القطاع مستقر وبه 3 شركات خاصة، منهم شركة إماراتية وشركة فودافون العالمية وشركة أورنج، ومنهم شركة المصرية للاتصالات التي انضمت مؤخرا. هناك رغبة غريبة جدا في الدخول للمنافسة، وزي ما حضرتك تفضلت أنه هو خاصة أنه قطاع ربحي واسع جدا، في 100 مليون مصري، يعني كتلة سكانية كبيرة جدا بالنسبة لشركات الاتصالات في أي منطقة. دي نقطة. النقطة الأخرى، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في نفس القرار، قرار مجلس الوزراء، بيتعلق عن إقامة و يعني وإصلاح ويعني صيانة الشبكات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية. يعني هذا يفتح تساؤل مهم جدا، ما مدى كفاءة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في شيء مثل هذا؟ يعني احنا بنتكلم عن جهاز داخل الجيش، هل هو لديه قدرة تقنية ان هو يعمل صيانة ويعمل إدارة لهذه الشبكات، ام هيكون في نوع من انواع السمسرة؟ يعني انا كده يعني كده او كده هجيب شركات من الخارج تعمل الصيانة والإدارة وما الى اخره، وهكون انا مجرد يعني بديلهم مقاولة من الباطن واتحكم في الموضوع لعدم وجود اي فنيات عندي او تقنيات تساعد على إنجاح هذا المشروع، لأن في النهاية جهاز مشروعات الخدمة أكيد ولا شركة محمول. طيب سيد أسامة ابقى معي، لكن سيد علاء عبد الحليم، الحقيقة في جزء من كلام السيد أسامة الصياد بيتكلم العالم كله بيتخصص، يعني كل الشركات متخصصة في أمور ما، فكيف مثلا لجهاز الخدمة الوطنية أن يكون متخصصا في الإنشاءات وفي الأسماك والمزارع السمكية وحتى في لبن الأطفال والآن في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية؟ يعني بعيدا عن أي شيء، هل من الممكن أن يقوم جهاز واحد بكل هذه الأعمال بهذا الشكل وهذا التوسع؟ يا سيد الفاضل، ده شكل جديد من القطاع العام. في السابق كان القطاع العام في مصر ليه هيمنه كبيره، ثم اتت مرحله الخاصه كان فيها بعض الاخطاء الكثيره
من نظام مبارك، من بيع بعض الشركات الاستراتيجيه، ومن بيع بعض الانشطه، وبيعت حتى شركه الخدمات محمول الاولى، بيعت بثمن بخس، وتولى الامر حتى يعني استحوذت عليها شركه اورنج. فالخدمه الوطنيه سيد الفاضل هي امتداد للقطاع العام، هي امتداد للدوله المصريه. ورئيس الوزراء امس اصدر قرار بان هم بالسماح ليهم بالعمل في هذا النشاط، لكن بعد كده اي اجراء لازم ياخد موافقه من جهاز قومي للاتصالات، مع العلم ان في 3 شركات عالميه موجودين هنا في مصر، والرابعه هي الشركه المصريه كما ذكر ضيفك الكريم. طب يا سيد علاء، طب ما الحكومه ترجع القطاع العام طالما هي يعني حريصه على فكره يعني ان يكون هناك قطاع تابع للدوله يعمل في مثل هذه الامور، ليه بتخلي القوات المسلحه تقوم بدور مش دورها؟ يا سيد، الدولة المصرية حرة بالشكل اللي يناسب الدولة المصرية، سواء كان الأمر مرتبط بالجيش، الأمر مرتبط بقطاع عام، الأمر مرتبط بقطاع أعمال، ده شيء مرتبط بالدولة المصرية يعني. وإن الأمر إن هيمنة القطاع العام على أحد الأنشطة بيعني إن ربما يؤثر سلب، ولاحظنا ده إن لما شركات الأسمنت خصخصت تحرك سعر الأسمنت أكثر من 4 أضعاف يعني، وكان في صعوبة، ولذلك اضطرت الدولة للعودة لان هي تنشئ شركه كبيره للاسمنت، لان الاسمنت سلعه استراتيجيه، ربما في مرحله اخرى تكون الادويه سلعه استراتيجيه، ربما في مرحله اخرى الاتصالات بيكون في ظل تداول المعلومات وفي ظل الخصوصيه بتكون الامر مرتبط ان يكون في تواجد للدوله وفي امكانيه للتاثير على كل الانشطه، وان ده احد الاشكال لوجود دوله قويه. طيب اشكرك شكرا جزيلا سيد علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، كنت معي عبر الهاتف من القاهره. ايه رايك في هذا الطرح سيد ممدوح، فكرة أن الدولة عايزة ترجع القطاع العام بس مش بنفس الشكل، فبتعطي يعني الأعمال التي كان يقوم بها القطاع العام في يوم ما إلى الجيش عن طريق جهاز الخدمة الوطنية، وده لصالح الدولة بشكل أو بآخر يعني؟ تفضل. يعني أتصور أن الحكومة المصرية موجودة بالفعل في قطاع اتصالات المحمول بشكل كبير، لأنه الشركة المصرية للاتصالات اللي طرحت خدمتها في سبتمبر 2017 تملك الحكومة المصرية 80% من أسهمها، و 20% فقط هي اللي تم طرحها للبيع في البورصة المصرية. الأمر الآخر أن هذه الشركة المصرية اللي 80% تملك الحكومة هي نفسها المصرية للاتصالات بتملك 45% من أسهم شركة فودافون اللي بتعمل في مصر. ايضا شركه الاتصالات اللي بتعمل في مصر هناك حصه اقليه تملكها جهات مصريه حكوميه، يعني هناك حصه اقليه تملكها 3 جهات في شركه الاتصالات، وهي هيئه البريد المصريه والبنك التجاري الدولي والبنك الاهلي المصري وهو بنك قطاع عام، وبالتالي هناك تواجد للحكومه في قطاع اتصالات المحمول. الامر المهم ايضا ان يعني اذا نظرنا الى خريطه عدد المشتركين في شركات المحمول حسب احد الاحصاءات يعني في اكتوبر الماضي، بنجد انه فودافون 40.5 مليون مشترك، اورنج اقل من 30 مليون، اتصالات اقل من 20 مليون، اما المصريه للاتصالات فلم تصل حتى الان الى 4 مليون مشترك، وبالتالي لم يمضي على يعني بدءها للخدمه 1.5 عام، فهي محتاجه الى وقت حتى تقوم بالتعادل ما بين التكلفه والعائد. وانا ارى الحقيقه انه يعني دخول الخدمه المدنيه الى مجال المحمول في الوقت الحالي ليس امر جيد، ولا اعتقد ان هي ستقبل عليه اذا كانت بتنظر الى نواحي يعني الامر بشكل اقتصادي، لان السوق فيه تشبع. احنا بنتكلم النهارده على نسبه 102% من عدد المصريين عندهم محمول، هناك تراجع في عدد المشتركين يعني بنسبه 9% ما بين نوفمبر 2018 ونوفمبر 2017، هناك تراجع في بيع الاجهزه، هناك تكلفه اصبحت بالنسبه للمواطن المصري لاستخدام المحمول بعد رفع نسبه ضريبه القيمه المضافه عليه وفرض رسم تنميه على شراء الاجهزه الجديده وعلى الفاتوره الشهريه، وبالتالي تراجعت المعدلات بالنسبه لاستهلاك المحمول، بما يجعل مسألة دخول الجيش إلى هذا النشاط في الوقت الحالي غير جيد وغير مقبول، خاصة وأن بعد تحرير سعر الصرف أصبحت تمام. يعني القرار ده مش معناه ان الجيش عن طريق الخدمه الوطنيه هياخد الرخصه الخامسه للمحمول، طيب يعني القرار ده ما الذي يؤهله لهذا القرار؟ يعني هيعمل ايه بالقرار رئيس الوزراء الخاص بتاسيس شركه مساهمه لاقامه واداره تشغيل صيانه محطات وشبكات الاتصالات السلكيه واللاسلكيه والاقمار الصناعيه؟
هو قرار رئيس الوزراء فقط بالسماح لها بتأسيس شركة تعمل في مجال الاتصالات، وزي ما حضرتك ذكرت إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والشبكات الاتصالات والشبكة السلكية وغير اللاسلكية والأقمار الاصطناعية. وبالتالي بعد أن يتم تأسيس هذه الشركة، إذا رأت تلك الشركة أن تعمل في أحد أنشطة الاتصالات، تتقدم بطلب إلى الجهاز القومي للاتصالات حتى يوافق عليه. أما مسألة المحمول فهو أمر مختلف ويحتاج إلى الترخيص، وهذه الرخصة لابد أن تطرح بشكل علني حتى تدخل وتكون متاحة للشركات الأخرى سواء العربية أو الأجنبية، ومن يقدم الشروط الأفضل والسعر الأفضل يحصل على تلك الرخصة. وبالتالي نحن يعني لازلنا يعني الأمر مبكر حتى نتكلم عن مسألة المحمول. أتصور أنه حتى إذا يعني رأى الجيش الدخول في هذا النشاط، أن مسألة يعني شبكات الاتصالات قد تكون يعني أوقع وأفضل بالنسبة له لما لديه من عمالة يعني رخيصة، وهناك بالفعل طلب على تلك الشبكات خاصة في المدن الجديدة، وطابور انتظار طويل يمكن أن يساهم في تقليل هذا الطابور أشكرك الانتظار. الخبير الاقتصادي ممدوح الوالي، كنت معي عبر سكايب من القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا. عودة للسيد أسامة الصياد، وأرجو تعليق منك سريع. فكرة أن ممكن يكون الخدمة الوطنية هنا ضامنة لفكرة الأسعار وفكرة ألا تزيد يعني أسعار الخدمات المقدمة للمواطن المصري في النهاية، طالما في شركة ضامنة موجودة بتحمي هذه المسألة، إيه رأيك؟ يا فندم، هو بالتاكيد في شركه بالاساس هي شركه المصريه للاتصالات، ودخولها للسوق كانت بنفس الذريعه او بنفس الحجج، وهذا امر متعرف عليه. ثم ان هناك اجهزه مصريه بالفعل لمراقبه الاسعار وما الى اخره ومنع الاحتكار، هذه اجهزه موجوده في الدوله بالفعل، قيام الجيش بها هو شيء غير مفهوم بالمره. لكن انا بتفق مع كلام الاستاذ ممدوح الوالي في المساله الاخيره اللي بيطرحها، لكن في خلفيه مهمه جدا ان احنا نذكرها للراي العام، ان شركات الاستثمار الاجنبي الثلاثه فودافون واورنج والاتصالات، تراخيص الشركات دي هينتهي في 2020. النظام بدا في مصر بوضع بديل يعني، وادى الرخصه الرابعه للمصريه للاتصالات، وفي بدا الحديث عن رخصه خامسه اللي هي الجيش. الامر ده دفع الشركات الثلاثه دي للامتناع عن دفع نصف قيمه الحصول على رخصه خدمات الجيل الرابع، واللي هي قدرت بحوالي 3.5 مليار جنيه. فيعني زائد ان في شركات خليجيه بالفعل بدات تتحدث عن دخول السوق زي شركه زين الكويتيه وال تي سي والاباره السعوديتين يعني. ففي مفاوضات للرخصه الخامسه طرحت بشكل يعني غير طيب، يعني يبدو بحت انا في وجهه للأسف يعني يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر. يعني على أي حال أشكرك شكرا جزيلا السيد أسامة الصياد الصحفي المتخصص في الشؤون العسكرية، كنت معي عبر سكايب من إسطنبول. وتعليق سريع ومختصر، خصوصا تحديدا أنتوا قلتوا في العربي الجديد أن لا، الجيش هياخد الرخصة الخامسة، وده الحقيقة لم يحدث حتى هذه اللحظة. لم يحدث هذه حتى هذه اللحظه، لان الشركه يا دوب بصدد التاسيس يعني، هذه واحده. الاخرى بدا بها انتهى بها الزميل اسامه الصياد، ان رخص الشركات الثلاثه ستنتهي في 2020. وبالتالي ما يسعى اليه الجيش المصري هو احتكار لسوق الاتصالات، احتكار لشركات المحمول. لانه اذا افترضت هذا السيناريو، وطبعا من الضروري جدا وانت تتكلم في الاقتصاد ان تفترض كل السيناريوهات، اذا خرجت الشركات الثلاثه من سوق الاتصالات سيبقى الشركات الخاضعة للجيش بنسبة 80% أو له حصة أقلية فيها، أو الشركة الجديدة ستكون الثالثة التي تهيمن بالكامل على شركات الاتصالات. خطورة ذلك ليست يعني كما تفضلت حضرتك بأنه ده ضامن للتحكم في الأسعار، العكس هو الذي يحدث. إليك مثالا أخيرا حدث منذ 3 أيام فقط، يعني لعل السادة المشاهدين سمعوا عن ما يسمى حليب تحيا مصر. الجيش المصري حليب تحيا مصر، حليب تحيا مصر، الشركتين الموزعتين الشركة المتحدة والشركة المصرية للتوزيع أعلنت عن بدء توزيع حليب اسمه تحيا مصر، يقوم باستيراده جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. مباشرة ارتفع السعر بنسبة 28%. هذا يعيد إليك ما حدث إبان أزمة نقص منتجات حليب الأطفال، واختفت تماما من السوق، ثم ظهر الجيش. ووقتها أيضا كان يقال
على ده يقلل الأسعار أنه سيقلل الأسعار وسيقضي على الاحتكار، وتسمع كلاما جميلا جدا ثم تتضح الحقيقة الصادمة في النهاية. حليب تحيا مصر للأطفال رفع السعر في حليب الأطفال بنسبة 28% قبل أن يتم طرح حتى كميات كبيرة. لكن اختصارا أنت ترى أن السيناريو ده ممكن يحدث في مجال الاتصالات؟ بالتأكيد سيحدث. بالتأكيد سيحدث. بالتأكيد سيحدث. دعنا نترك كل هذه الملفات ونذهب للملف الأخير في